السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. شيخنا كان الشيخ عمر عبد الكافي حفظه الله كان روى حديث لا تسمي لي أحدا، اغلق واسأل عن الحديث دون تسمية، أو اسأل عن الحديث دون تسمية أشخاص. كان قال إن في حديث أن الرسول قال إن عمر رجل متمتع في دينه والله لا يحب المتنطعين. إن عمر متنطع في دينه والله يحب المتنطعين. نعم. اسأل قائله أين هذا الحديث بس. يعني هذا طعن شديد في أمير المؤمنين عمر. نعم. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عبقري بشهادة الرسول له، لم أرى عبقريا يفري فرية. مبشر بالجنة، خليفة بار راشد. الحديث المذكور حديث منكر مكذوب. منكر مكذوب، بارك الله فيك، وراجع كتاب تلخيص الحبير. فهمت الكلام؟ هل مأخوذ من شيعي بغيض؟ نعم. هم الذين ينشرون المطاعن في أمير المؤمنين عمر. عمر وما أدراك ما عمر، رضي الله عن عمر.